الموقع الرسمي للفيفا هو بيتكلم عن انجاز النادي الاهلي بالوصول اولا الى كاس العالم للانديه والفوز بالبطوله الافريقيه، ثم بتجاوزه لفريق الدحيل وهيلاعب بايرن ميونخ. اهتمام الفيفا بمثل هذه بهذه البطوله تحديدا بيخلي الكلام اللي بيتقال بقى اللي احنا بنسمعه ان ايه اصل البطوله دي مش عارف بطوله ايه وكذا وكذا وكذا، اعتقد ان اهتمام الفيفا بهذه البطوله واضح جدا. هو طبعا فكره ان اهتمام الفيفا نفسه نستغله عشان نقول دي بطوله مش شرفيه، لا هو طبعا البطوله اكيد الشكل اللي شفناه في ال 45 دقيقه الثانيه من نادي الدحيل، التصريحات نادي بايرن بيعرفنا قد ايه الناس كلها في العالم بيستنوا بس لحظه المشاركه في بطوله زي دي عشان يقدروا يقتنصوا منها شيء كويس يحطوه في تاريخهم. حتى انا افتكر رونالدو في البطولات اللي كسبها ريال مدريد في اليابان كنا بنشوف ازاي يعني الحرق، حتى برضه في الامارات ازاي الاهتمام الشديد والغل في اللاعب عشان يكسبوا البطوله. ميسي نفسه دي هدف في البطوله، فرحته بعد الهدف طبعا كانت عالميه. ده حتى حصل انا فاكر حصل ترشق ما بين صحافه برشلونه وصحافه ريال مدريد على موضوع اللوجو، يعني اللي بيحط لوجو تعرف اللي بيكسب البطوله الاتحاد الدولي بيديله لوجو المونديال بيحطه على التيشيرت بتاعه لغايه البطوله اللي بعد كده اللي بعديها، فدي طبعا دي بتبقى جايزه حلوه وبالتالي كل الناس بتتنافس. احنا مشكلتنا يا كابتن اسلام لازم نعترف ان في الرياضه المنافسه هي حلاوتها، حلاوه الرياضه في المنافسه طبعاً. لكن الازمه ان احنا ساعات من كتر يعني ايه ان احنا نغرق في المنافسه دي نبدا نهدم كل حاجه ونبدا نقلل من كل حاجه شويه. بايرن ميونخ مش مهتم، طب يا جماعه بايرن ميونخ عنده نقطه ضعف، لا 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 ده هيجي مركز عشان دي بطوله. طب ما انت من شويه قلت انها بطوله وديه دلوقتي لما جيت قلت لك هو عنده نقطه ضعف وتقول ده هيجي مركز عشان تكسبه، فتبدا التصريحات تاخد الناس يا عيني من حته لحته. الدحيل ده عنده مهاجم كيني مهم جدا وعنده مهاجم برازيلي ب 7 مليون يورو، ده حظوظ النادي الاهلي يا جماعه ما تسافروش هتجيبوا كتير. لا 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 دي اتقالت على الهواء يا جماعه، الجمله دي اتقالت على الهواء يا جماعه ما تسافروش. وبعد الماتش ما خلص احنا اي فريق مصري يروح يلعب الدحيل يكسبه بجد والله؟ طب ما هو اصلا لو اتكلمنا فني بما ان الفقره دي فنيه اهو، لو اتكلمنا فني بما ان الفقره دي فنيه، هو اصلا في الوقت الحالي في اخر شهر في اي نادي مصري يجرؤ اي محلل كره قدم بيتفرج على الدوري بتاعنا يقول لو احنا حبينا نبعت فريق مش ولا كسبان بقى دوري ابطال ولا لعب شوط حلو وشوط وحش، لا 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 هنتكلم على مستوانا اخر شهر، نبعت فريق يمثلنا تمثيل فني جيد للبطوله دي هيختار مين؟ انا مش هقول لك الاهلي. هيختار مين؟ مش هقول لك الاهلي. مش هينفع نختار نادي بيراميدز. نادي بيراميدز لو الثلاث فرق اللي تحتيه كسبوا هيبقى مركز عاشر. طيب مش هينفع نختار نادي الزمالك. نادي الزمالك بقاله فتره في الدوري بيلعب كروسات بس بيلعب كرات عرضيه للدرجه اللي خليته يخسر 5 نقاط قدام نادي اسوان المجتهد وقدام نادي غزل المحل. فبالتالي فنيا بنتكلم فني ما بنتكلمش اي حاجه تاني، بنتكلم فنيا لو انت حتى جيت اخترت نادي مش كسبان دوري ابطال افريقيا هتختار النادي الاهلي. فهذه النقطه المهمه ان احنا محتاجين نتكلم كوره، لان كلام الكوره ما فيهوش عصبيه، ان كلام الكوره بالصوره. ما ينفعش النهارده اقول النادي الاهلي اعظم فريق في الدنيا واجيب له لقطات والناس شافت ان النادي الاهلي كان وحش، ما ينفعش. انا هنا بخدع نفسي بعيد عن طبعا، لان انا النهارده انا اهلاوي اوكي، لكن لو انا شرحت فنيا غلط الناس هتقول لي يا كريم انت فاشل ما تفهمكش في الكوره، انت بتقول لنا كلام ما شفناهوش بعيننا. فانت لازم النهارده طالما بنتكلم كوره تبعد الاهواء، لما نيجي بقى نتكلم في امور ثانيه على السوشيال ميديا ونقعد نغيص بعض اوكي الهزار زي ما لو انت كنا بنغيص بعض امبارح.